اعطي الماما بلغتك اعطي الماما بلغتك راه صباطه دبر اعطي الماما بلغه. مشاهدين نشوفوا مكافشي عادل مسكين عادل كان هو اللي كيصايب ليا الحنه حيت مشيت عند واحد السيده صاحبتي كتنقش وعامره عندها الدنيا لقيت بزاف قالت لي اجي ساعه مشيت لقيت الناس قبل ما نوصل عندها انا جاوا ناس وحدين اخرين وعامره الدنيا صافي قررت ندير هاد النقيشات هادو كانت صيفطاتهم لي واحد السيده من اكادير هادو ديال الحنه الهنديه نيت نقش الهندي وخديت الحنه الهنديه هادي ما لقيتهاش الصراحه في الحمر لقيتها غير في النواغ خديتها هي اللي غادي نخدم بها دابا وخدمت بها لسيليا واحد الزويقات غير شويه كيكفي يديها وما خلاتهمش بقات كتغوت صافي حيدناهم لها درت هاد النقي هاد السكوتش هذا وغير عمر لي عادي البادي مزيانين بحال بحال. يلا سكو هاك بابا قولي ميرسي عطيني ماما نو بلادي عطيني اخزنالي بلادي قلت لي صباح الخير السلام عليكم كي صبحتوا لاباس عليكم كي دايرين كلشي بخير كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد فلوق جديد احداث جديده في القناه اليوم ان شاء الله الفلوق ديال العيد بلاتي شعلة طمرت ليش ما شعلينوش يا لالا ويا لالا هذه هي طبلتنا اللي وجدت في الفيديو ديال البارح بحال هكا زدت غير هذاك البلا اللي فيه الفاكهه وصافي وفلوس العيد زعما عادل عطانا فلوس العيد انا وسيليا عطانا سيليا الصراحه فلوس العيد ديال سيليا ضروري ضروري داكشي ديال التقاليد والعادات سي عادل باقي تيلبس نوريكم الاوتفيت ديال سيليا صراحة خدينا ليها جلابة خدينا ليها اللبسة هادي جبادور وخدينا ليها كندورة بالبليغة حرت شنو غنلبسها صافي تعيت وانا لبسها هاد اللبسة هادي خصوصا ان بنتي من دوك الوليدات اللي حركية بزاف قلت لهم هاد اللبسة هادي دي سي سيليا مسوقاش ليا كتفرج البليغة لبست ليها هادي هاي 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 تيتيز يا لالا انا عندي تيتيز تيتيز ماشي تيتيز تيتيز يلا سيلي يلا نمشيو نتسخروا يلا المهم غنمشيو احنا مازال ما فطرناش الصراحه ما قدينا ناكلو حتى شي حاجه حيت راكم عارفين الانسان مول في الصيام ما كنقدروش ناكلو غادي نصور لكم الاوتفيت ديالي وديال سيلي وديال عادل بعدا بوحديتهم عاد باش نخرجوا نمشيو نباركوا ليا ديال جارتنا ونعاودوا نرجعوا هاد العجب ديال سيليا جينا الالعاب هنايا غادي نلعبو شويه ونمشيو نتغداو غير في ماكدو ولا كاي اف سي المهم اللي لقيناها محلوله غنتغداو حيت صراحه ما واكلين والو حنا راه باقيين صايمين عاد بعدا ما كاينش شي حاجه تقرب بغيت نشرب وي مامو كيس كيس باس واخا غنهبطو لي جوي بانو ليها لي جوي وا داكور راه حنا جايين ليهم يلا بلات بانو لها لي جوي هنايا واحد البلاصه في التماره مجموعين فيها لي جوي بزاف بزاف الالعاب المهم
نهبطوا نلعبوا شويه ونلعبوا سيليا وانتم معنا نشارك معكم كلشي. ها هو بيبي، ها هو بيبي ديالك، شوفوا بيبي ديال سيليا نانانان محيده ليه حوايجو كامل. لا كي بيبي ديال جو دو بوم وخدينا هاد الهابي ميل. شنو عطاوها في الهابي ميل؟ مازال ما حليناش. حيدات الصباط ها سيليا ها هي حيدات الصباط. حيدتي الصباط صافي تدبرتي قلتك يا لا 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 على البليغه. اجي اجي سيليا كتجري تقول لنا جريت. والله الا بني انا زوينه شنو نقول لكم. شوفوا لهي شحال عمر بعباد الله. والله الا الناس ولاو كيشدوا ثقه راهم يجيو يحضوا البحر هكايا بخير وعلى خير. والمشكله دوماج اننا غنمشيو هنايا كاين هاد البلاصه هادي كنلعبوا فيها بلي غولوغ. خساره ما جبتش لي غولوغ ديالي ولبسه اصلا العيد ماشي ديال لي غولوغ الصراحه. راسي اللي فين كتلعب هي وباباها. مي جاي عندي زارتي وراجلها وليدتها العشاء خصني نمشي نطيب العشاء. سيليا سيليا شو الضحكة؟ دينا عباد الله شفت لي غولوغ عند البنت. شفت لي غولوغ. دابا نشريهم لبنتي. دابا نشريهم شريفه. دابا اش غديري؟ اش غديري دابا؟ غتمشي بلا صباط. هز صباطه غتمشي بالصباط. شوف ماما شوف ماما ماما شوف ماما غادا بلا صباط. سيري 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 ماما غادا بلا صباط. شوف قطع الشانطي بلا صباط. شوف ماما غادا بلا صباط. كيتسالني شي حاجه. ماما غادا بلا صباط. شتي 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 ماما غادا نعطي. هو الاجواء واخا هكاك هنا زوينه اجواء غزاله ولكن
الناس ولاو كيبعثوا من المشاكل ولاو كيجيو حدا البحر. وحد الله. ولكن دابا واحد الصديق غادي يجي عندي فصافي بركه. يلا نمشيو. يلا يلا نوصلوا للدار. السهره لكم. شوف يلا جري 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 جري. شوف ماما جايه بلا صباط. شوف ماما جايه بلا صباط. شوف ماما جايه بلا صباط. عطيها عطيها بلغتك. عطيها عطيها الماما بلغتك. عطيها عطيها الماما بلغتك. راه صباطه دبر. عطيها الماما بلغه. مهم احبابي واخيرا وصلنا للطريق اللي دخلنا، ولكن ما يمكنش ليا نشقى بحال هكا. اذا غتلوح انت دابا واحد مرتك هذه اللي كتخرج معاك من انتك ياك، وغتاخذ مرتك اخرى. غنشارك معكم ان شاء الله كلشي. انا ساليت صراحه رديت العشاء ومشينا تفرجنا في المسلسل ديال المكتوب بيد منطق. هنايا عادي وجد لينا الخبز. عادي الصراحه هو اللي وجد الخبز. انا عطيتو المقادير اللي سميتو درتهم ليه في العشانه، حيت هو ما كيعرفش يعجن شوي كيك كيعجن بزاف. ايوا درت ليه المقادير في العجانه وصايب لنا خبزات ما شاء الله سخون. يبقى سخون الخبز كيشوي. والله الا كيشوي اختي. شوفي البخار تبارك الله داكشي زين. خليتي هادشي ايوا نحطو كاملو تبارك الله. ايوا يا المشاهد. ايوا يا حميد. ايوا يا حميد. وبينك انت انت شنو البركه. خليه نحطو كاملو ما تعرفي. حنا تبارك الله راه جيش ما شاء الله. وانت جوج كافيين اويلي على جوج مع هذاك التوصيل ديال 20 واحد. شوف التوصيل قداش هذه. انا دايره جوج كيلو ديال اللحم في الاخر قالت لي حيدو قصص. قول لي بركه. ايوا المهم الخبز ديالنا هو هذا. قولوا ما شاء الله. ايوا نقادو بحال هكا في هذا التعطو. حيت ما تبدو لا تشبك الصراحه بحال هكا. عرفتي هذا الخبز وقتاش كنا محتاجينو هي مثل الغابه. على جوج على جوج كان كيجي عقلتي. الخبز كناخذو على مقر ياك. كناخذو غير ديال الزنقه الصراحه بحال كي خويتي. قولي بسم الله. ها انتم اللي تقولوا ما حد كينش. راجلي ما شاء الله الله يحفظو حادك. ماما اللي شويه ما كيطيبش ليا الخبز. هاك شتي يا مشاهدين. ايوا يا حميد. هذا دوزتي التيست. باقي غير الاخر. ايوا المهم انا نشارك معكم ملايقه. يعني لا لا الملايقه ولكن الكوزينه عرفتي كي ولات. حيت حطيت الطياب عادي تيصيب في الخبز ومشيت جلست ما بقيتش ما جمعتش الماعن. انا ندور لكم الكاميرا. ايوا ها انتم مازال ما تحناش التفصيل بلا ما تهضروا بزاف. التفصيل تبارك الله راه كبير. عشي دوار ويوكل قنطار. ايوا ما ديوش على روينه. نوض التوصيل ديالنا ديال الديسير هذا ما وجد اخوتي. راه كان بالنسبه للعشانه عادي. علاش حطيتي هاد جوج خبيزات؟ ما صالحين والو هادو صافي. الو لي الو لي. الله يا خويتي. الله كان الخبز سخون نحطو هذاك. يلا زيدو نوضو حولو كامل. نوضو يلا. المشاهدين درت واحد الفضيحه حتى كنت مكان ناكلو ويقول لي عادي فين المناط نسيت المناط والكيس. خصكم عاد ديروا المناط ويلي قولوا لي علاش. المهم احبابي هذا ما كان بالنسبه لي. ما كنتمنى انه يلقاكم بخير وعلى خير. تهلاو لي في راسكم. واذا كنتو جديد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.
بنت كبيره لكم. باي باي احبابي. كتقلدني مور الكاميرا وكاسه كدير لي انا كنهضر وانت دير.